مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بخير وعيد سعيد عليكم، يا رب يزيع عننا الوباء والابتلاء ان شاء الله. النهارده اولى حلقات برنامجكم وجوه مصريه. النهارده ان شاء الله باذن الله هنقدم لكم مواهب وهنتعرف عليهم مع حضرتكم. اتفضل اتعرف على نفسك. عبد الله احمد الجندي، اهلا وسهلا. شبرا السلام، مركز من القمح محافظه الشرقيه. خطيب، اطلع من بعد ثالثه اعداد على طول ان شاء الله. بس اهلا وسهلا. وحضرتك؟ أنا عبد الله إبراهيم من قرية ميت أبو علي. عندي موهبة الإنشاد الديني والخطابة وقراءة القرآن الكريم. أهلا وسهلا يا عبد الله. حضرتك؟ أنا عبد المنعم بن داري عبد المنعم. أنا حضرتك مدرس علوم ومادة الكيمياء من المرحلة الثانوية. من خلال مهنتي طبعا عندي طلبة كتير جدا زي الأولاد اللي أنا بتشرف فيهم. بحاول إن شاء الله من خلالكم يا رب أن يكون يعني طريق الخير ليهم إن شاء الله. إن المواهب الكتيرة جدا جدا يا رب يكون القناة يعني مدد لهؤلاء الطلاب إن شاء الله بإذن الله. وإحنا برضو بنضم صوت حضرتك وإن شاء الله هيبقوا وشهم خير وننمي الموهبة أكتر وأكتر وإن شاء الله هيبقى أحسن. بما إن يا عبد الله إبراهيم قرآن، فتسمعنا في الأول قرآن كده نبتدي بيه الحلقة إن شاء الله. اتفضل. فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. العظيم. أحسنت يا عبد الله. عبد الله أنت بدأت إمتى تحس إن أنا أقدر ألقي قرآن وبصوتي حلو وتقدر يعني إمتى؟ ومن زمان وأنا صغير فبس بدأت أتجرأ على كده وأنا في أولى إعدادي بدأ أصدقائي يجرؤوني للإذاعة المدرسية فبدأت أتجرأ وأدخل الإذاعة المدرسية فبدأ والدي يجدني الإمامة والخطابة فبدأت من هنا بدأت إن أنا أهتم زيادة الاهتمام فبدأت إن أنا أشتغل على الموضوع ده يعني. يعني أنت بدأتها الأول من المدرسة؟ فهي اللي قويتك أكتر. كويس. أستاذ عبد الله برضه سؤال لحضرتك، امتى بدات ان انت تلقي خطب او تحس ان انا اقدر ان انا اقف على منبر والقي خطب؟ انا من صغري وانا يعني ضيف دم يعني من صغري ثم انني طلعت على المنبر بعد ثالثه اعدادي يعني. ثالثه اعدادي؟ بعد ثالثه اعدادي. طب مين اكتر ناس كانت بتشجعكم؟ اذا كان في الاسره او خارج الاسره؟ لا في الاسره كتير كتير. وانت يا استاذ عبد الله؟ هو في الاسره عندي يعني كان كلهم طبعا بس في المدرسه اكتر كان بيشجعوني زمايلي فان انا يعني كانوا ساعات بيجيبوا لي قصايد ويقولوا لي دي هتبقى حلوه على صوتك فكانوا بيعملوها لي وينزلوا عليها فيديوهات او كده فدوت كان بيشجعني جدا. وانت يا استاذ عبد المنعم ايه رايك فيهم وفي ادائهم؟ طبعا اكيد انت يعني اول طبعاً واحد بيشجعهم. طبعا يعني هم يعني بحس ان هم يعني اخواتي او اصدقائي اكتر
هم طلاب معايا من زمان جدا جدا، من يمكن من اولى اعدادي للمرحله الثانويه، فحس ان في بينا يعني عشره زي ما بيقولوا. كان نفسي ان الموهبه دي ما تروحش يعني هدر، لا يعني بجد حرام يعني، بسم الله ما شاء الله مواهب جميله، فنفسي ان شاء الله يا رب اللي انا ما شفتوش في نفسي اشوفه في اخواتي الصغيرين. ان شاء الله كله يعتمد عليهم ان شاء الله ويقوي نفسيهم اكتر ان شاء الله. ان شاء الله. نطلع فاصل ونرجع مع حضراتكم تاني ان شاء الله. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل. وزي ما سمعنا مع بعض يا عبد الله في قراءه القران الكريم، هنشوف عبد الله ابراهيم عبد الله احمد ان شاء الله هيلقي علينا خطبه. شوف انت عايز تحب تقول ايه؟ قول عن جزاء الصائمين والقائمين. ماشي اتفضل. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب، ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، تلطف به فنوع له المطاعم والمشارب، وحمله في البر على الدواب وفي البحر على القوارب. وندعوك يا ربنا دعاء المستغفر الوجه التائب، أن تحفظنا من كل شيطان حاضر أو غائب. وأشهد أن لا إله إلا الله القوي الغالب، شهادة متيقن علم بأن الوحدانية لله أمر لازم لازب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد أيها المسلمون، انقضى شهر الخيرات، انقضى شهر البركات، انقضى شهر المغفرة والرضوان، انقضى شهر رمضان، شهر المغفرة والرضوان، شهر العتق من النيران، فاز فيه من فاز، وخسر فيه من خسر، خاب وخسر، خاب وخسر، خاب وخسر، من أدرك رمضان ولم يغفر له. ثم جئنا اليوم لنهنئ الذين صاموا وقاموا، جئنا اليوم لنهنئ الذين أصلحوا أحوالهم في رمضان. فيا أيها المسلمون، ما جزاء الذين استقاموا في رمضان؟ ما جزاء الذين صاموا في رمضان؟ جزاؤهم الرحمة، وجزاؤهم الرضوان، وجزاؤهم عتق من النيران. لا أقول ذلك من عند نفسي، ولا أقول ذلك رجما بالغيب، حاشا وكلا، إنما هو موعود الله، إنما هو موعود الصادق رسول الله. قال جل وعلا: والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. المغفرة هي ستر العيوب ومغفرة كل الذنوب، والفضل زيادة من علام الغيوب. وقال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليس ذلك فقط، كفاهم أن لهم فرحة في الدنيا وفرحة في الآخرة. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، كانت بالأمس في يوم العيد، وفي يوم الفرحة، وفي يوم البهجة، وفي يوم السرور. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وإذا لقي ربه فرح بصومه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يأتي العبد بين يدي ربه فيقول الصيام: يا رب منعته الطعام فشفعني فيه، يا رب منعته الشراب فشفعني فيه، فيشفع للعبد يوم القيامة. فهنيئا لكم أيها الصائمون القائمون، فجزاؤكم مغفرة، وجزاء المغفرة جنة. هل علمت أدنى رجل في الجنة
سأل موسى بن عمران ربه وقال رب ما أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد في الجنة يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة. فقال الله عز وجل لموسى: هو رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة، بعدما يدخل أهل الجنة الجنة يقال لهذا الرجل ادخل الجنة، فيقول: يا رب لقد أخذ الناس أخذتهم ونزلوا منازلهم، أن يا رب ماليش مكان. فيقول الله عز وجل لهذا الرجل: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ترضى أن يقول لك قد ملك ملك من ملوك الدنيا وأنت لا تدري ملك الملوك؟ ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول الرجل: رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل: عد معايا، لك ذلك ومثله 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 ومثله. فيقول العبد في الخامسة: ربي رضيت، رضيت يا رب. فيقول الله عز وجل له: لك ذلك وعشرة أمثاله. قال موسى: ربي ما أعلاهم منزلة، لما دي أقل واحد فما أعلاهم منزلة. فقال الله جل وعلا: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي في فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، هنيئا لكم يا من صمتم وهنيئا لكم يا من قمتم، فجزاؤكم مغفرة ورضوان. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل. الله العظيم، أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك بصراحة. طب أستاذ عبد المنعم، وإحنا في الدردشة كده عرفت إن حضرتك بتقول قصيدة، فيعني طلب إن حضرتك تسمعها لنا. هو والله القصيدة دي يعني إن شاء الله تكون خير لكل شباب مصر إن شاء الله، اللي انتشر للأسف في الفترة الأخيرة مشكلة كبيرة جدا جدا دينية وإنسانية واجتماعية، هي الانتحار. فيا رب يكون الحلقة دي أمل ليهم، ويكون القصيدة يعني يا رب يكون فيها الأسباب والدواء إن شاء الله بإذن الله. اتفضل. بقول في القصيدة: شباب كتير في بلدنا أخذوا القرار، يئسوا من حياتهم وقرروا انتحار، نسيوا في الآخرة جنة وفي الآخرة نار، فاكرين القصة لعبة أو تسلية وهزار، ربك صحيح رحمن لكن أكيد جبار، إداك الروح أمانة تحميها من الأخطار، لما تخون الأمانة هتقول له ايه اعذار، مهما سود ليلك اكيد في نهار، بايدك اهزم شيطانك وعلل الانتصار، خلي الحياه عنوانك فرض واختيار، خلي الحياه عنوانك فرض واختيار، ازاي هتعرف لذه من غير ما تدوق مرار، وازاي تبدا بعزه وتنهيها بعار، عيش اسد رجوله مش سامحني فار، مات باسهل سهوله كأنه ضغطة زرار، الحياة معناها ابتلاء مش محتاجة مني ذكاء، وانسى حابك ده الغباء، سامحني اني معاك عنيف، علشان انا بكره ضعيف، موت نفسه عشان رغيف او علشان امتحان او موقف فيه جبان، او علشان امتحان او موقف فيه جبان، او ضياع الحبيب او ضياع الحبيب، كله حبيبي نصيب، والله بجد عيب إن حاجة في الكون تخليك للأسف ملعون، بالذمة مش اسمه جنون، إيه في الدنيا مضمون، لو حاجة خسرتها قول ما جاش وقتها، يمكن يجي زيها أو حتى أحسن منها، أو حتى أحسن منها. الله عليك، الله عليك يا سنان، بجد كويسه، ربنا يبارك لحضرتك ويا رب يبارك في شبابنا كلهم. والله يا جماعه الحياه مش مستاهله، وعايزين نعيشها كويس وبعيشها بامل، وطول ما في اجتهاد وطول ما في صبر قبل الاجتهاد ان شاء الله باذن الله نعدي اي مراحل والدنيا كلها تبقى كويسه، ويا رب يعافينا جميعا ان شاء الله. طب عبد الله، مين مثلك الاعلى في الخطابه، او مين اللي نفسك ما تكبر تبقى زيه؟ الشيخ محمد حسان. اسمع له كتير؟ اسمع شغير يعني اسمع شغير. طب لو قلنا واحد لسه شاب فجاي عايز يبدا في موضوع الخطوبه، تنصحه ان هو يعمل ايه؟ يعني ايه اكتر حاجه يعملها؟ يسمع للشيوخ اكتر، يقرا اكتر، ان هو يحسن اسلوب. بس هي بتعتمد على اللغه العربيه اكتر، صح يا عبد الله؟ اللغه العربيه. يعني بدايه اللغه العربيه ويسمع اكتر عشان يقدر يلقي كويس. ايوه. وانت يا عبد الله، مين اكتر شيخ بتحب تسمع له؟ الشيخ خالد الجليلي. خالد الجليلي اكتر حد تحب تسمع؟ خالد الجليلي اكتر حد. يعني لو قلنا لك تقدر تجيب حاجه منه او تجيب صوته، تقدر
بصراحة أقدر بس يعني إن شاء الله بإذن الله مع الاستمرار هتقدر إن شاء الله بإذن الله. طب تحب تسمعنا إنشاد ولا قرآن؟ لا إنشاد. طب اتفضل. إنشاد قصيدة لفضيلة الشيخ أيمن صيدح، هي قصيدة جميلة فيها كثير من المواعظ، يعني قصيدة روعة بجد للي عايز يتعظ موعظة إن شاء الله. أكيد إحنا عايزينه أكيد يا عبد الله. اتفضل. بسم الله أبدأ كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله، إني قائل فاسمعوني إن أخطأت فاعذروني، يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أين الأجداد والآباء؟ إنهم كانوا أحياء ثم أصبحوا هباء، كل لاحق بالله، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، منهم من قبره جنة له فيها ما تمنى، بعد أن قام بسنة وأدى حق الإله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لم يعد أهلك أهلك وعصاك حتى طفلك، وتحيرت في أمرك ثم قلت أمر الله، أمر الله أن تغير، أمر الله أن تغير كل فاسد وتطهر، وبقول الحق تجهر، ذاك هو أمر الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حق الله كالصلاة والصيام والزكاة والقيام والطاعات، واقفا بأمر الله، لا تقل أهلي ومالي، لا تقل أهلي ومالي ورفاقي وعيالي، شغلوا أمري وبالي، ذاك شرك مع الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. ونساء عاريات للحياء تاركات، ضاحكات لاعبات، نشتكي هذا لله، تركنا ديارهن أبدين زينتهن، وإذا خاطبتهن كنا تقدم والله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. حقا إنه تقدم خطوات لجهنم، هذا لا يرضاه مسلم مؤمنا حقا بالله، أيها المؤمن تكلم، أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد تلجم، ولا تخش إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله أختم كلامي وصلاتي وسلامي على المظلل بالغمام محمد رسول الله. صلى الله عليه وسلم. احسنت يا عبد الله. وفي نهايه حلقتنا يا رب يكون كل الشباب بتعظ ان في شباب كويسه هي اللي عندها امل وعندها امل لبكره، وان شاء الله باذن الله نلتقي في حلقات تانية جديده من وجوه مصريه. وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.